إليكم اليوم سبعة من أكثر النسخ المقلدة والساذجة لألعاب فيديو شهيرة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ Flower Zombie Plants vs Zombies. تعتبر هذه اللعبة رغم بساطتها واحدة من الإنجازات التي أحدثت ثورة في عالم ألعاب الفيديو خلال العام 2009، وكان ذلك سبباً لظهور بعض الألعاب الصغيرة التي حاولت محاكاة نجاحها. وهذه المرة سنتكلم عن لعبتين، الأولى هي Trolls vs Vikings التي تم تصميمها بشكل شبيه باللعبة الأصلية، أما اللعبة الثانية فهي Zombie Flower، إلا أن المصممين في هذه النسخة لم يكلفوا أنفسهم عناء اختيار اسم مميز ولا في اختراع شخصيات جديدة. فإذا كنت تريد أن تجرب كلتا اللعبتين يمكنك العثور عليها مجاناً في متجر الألعاب أب ستور. Quantum Special Attack Fortnite. منذ وقت ليس ببعيد كانت لعبة فورتنايت تعتبر ملكة ألعاب الفيديو على اليوتيوب. حسناً، في الواقع لا زالت محافظة على جمهور ضخم، لكن ما سنتطرق إليه في هذه الفقرة هي النسخة الصينية التي خصصت للجوال وظهرت خلال عام 2018، لكنها انتقدت بشدة بسبب اعتماد نظام يشبه نظام لعبة فورتنايت. لذلك فإن هذا التقليد للعبة الملحمية لم يبتكر أو يطور أي شيء حتى الآن، لا للأفضل ولا للأسوأ. لم يكن هناك سوى إصدار تجريبي واحد ولم يسمع عنه شيء بعد. The Great Giana Sisters Super Mario Bros. كان يهدف مخترع هذه اللعبة لمحاكاة لعبة سوبر ماريو بروس، وتم إطلاقها خلال عام 1987، واستبدل السباك ذو الشوارب بأختين بشعر مجعد. ولكن كان من المستحيل عدم ربط الأعداء والتصميم بلعبة نينتندو الأسطورية، لكن تبين بعد ذلك أنه وبطريقة ما تم حظر بيع هذه النسخة، مما جعلها في طي النسيان تقريباً. وأقول تقريباً لأنه تم خلال 2009 إصدار طبعة جديدة للعبة جيانا سيسترز من طرف نينتندو دي اس. Knockout Race Fall Guys. رغم النجاح الذي حققته لعبة الفيديو Fall Guys والذي استمر لمدة قصيرة جداً، إلا أنه كان كافياً لصنع نسخة منه أيضاً. وعلى الرغم من أن الشخصيات ليست متشابهة على الإطلاق، فمن الواضح أن مطوري لعبة Knockout Race لم يرغبوا في الاستفادة من الشعبية وأسلوب اللعب الذي تتمتع به لعبة Fall Guys. ربما اعتقدوا أنها ستكون متاحة فقط للهواتف المحمولة. ميزتها الوحيدة أنها مجانية ويمكنك إيجادها في كل مكان. مول كارت ماريو كارت. إذا شاهدت الجزء الأول من هذا الفيديو بالتأكيد ستتذكر أنني أخبرتك عن بعض ألعاب الفيديو الشهيرة التي حاولت صنع شخصية ماريو كارت خاصة بها. ومع ذلك حتى عندما استعاروا أسلوب نينتندو كان لكل واحد منها مميزاتها الخاصة، ولكن في حالة لعبة الفيديو مول كارت فقد انتقلت إلى أبعد من ذلك بكثير، ولم تكتفي بتقليد طريقة السباق بل بشكل واضح وبدون أي عقوبات استخدموا نفس الموسيقى ونفس التصميم وفي بعض الأحيان نفس حلبات ماريو كارت. ربما اعتقد مطورو لعبة مول كارت أن لا أحد سيلاحظ كل هذا، لا سيما أن اللعبة تم إصدارها لنظام أندرويد، لكن نينتندو اكتشفت النسخة وقادتهم بإجبارهم على تغيير كل ما يتعلق بلعبة ماريو كارت. للأسف في الوقت الحالي لم تعد اللعبة متاحة في متجر الألعاب، كما أننا لم نتمكن من العثور على إصدار خاص بأجهزة أندرويد. Survival Craft Minecraft. من الطبيعي أن نجد الكثير والكثير من النسخ للعبة ماينكرافت، ولكي نكون منصفين هناك بعض النسخ التي بذل مطوروها الكثير من الجهد، ولكن أكثر ما لفت انتباهنا هو تطبيق للهاتف المحمول يسمى Survival Craft، وهو في الأساس عبارة عن لعبة لشركة مايكروسوفت. تم إصدار لعبة الفيديو هذه سنة 2011، وعلى عكس العديد من النسخ الأخرى يجب أن تدفع 4 دولارات لتحميل هذه اللعبة والاستمتاع بها، لكن في الحقيقة من الأفضل شراء النسخة الأصلية. Space Killer Among Us. من بين جميع النسخ التي ظهرت مؤخراً للعبة Among Us وجدنا نسخة صينية تدعى Space Killer. للتوضيح فقط، فلعبة Space Killer غير متوفرة بمتجر التطبيقات أو متجر الألعاب، لذلك يصعب إيجادها وتحميلها، لكن بمجرد دخولك اللعبة يمكنك ملاحظة أن كل من الخريطة والمهمات تشبه اللعبة الأصلية، لكن شخصيات Space Killer تبدو لطيفة نوعاً ما، كما أن جودة اللعبة جيدة جداً. نعتقد أنه سيتم نشر خرائطها في جميع أنحاء العالم، لدرجة أنه يمكن أن تشوب منافسة شرسة بينها وبين اللعبة الأصلية،
أو ربما لن يحدث ذلك أبداً. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟